إنه لمن دواعي سروري حضور هذا الاحتفال، ذلك تقديراً من وزارة الإنتاج الحربي لأهمية التعليم باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمعات في شتى المجالات ومن أولويات الأمن القومي. ويسعدني كما أعلنت الأستاذة منى الشاذلي عن إعلان توقيع بروتوكول التعاون كباكورة للتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الإنتاج الحربي لتدريب 1500 شاب وفتاة على جميع أنواع التدريب المهني والحرفي الممتاز الذي يؤهلهم مباشرة إلى سوق العمل، وكذلك التعاون في تكرار نماذج مدارس التعليم الفني في أماكن جديدة على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز تدريب مهني معتمدة دولياً لرفع كفاءة العامل المصري وتمكينه من دخول سوق العمل المحلي والدولي.